وتنضم إلينا من طرابلس شمالي لبنان مراسلة طلغت كلوديا بحنة. أهلا يا كلودي، يعني أخذ طرف الخيط من كان في داخل التقرير الذي بث منذ لحظات. طرابلس جوعانة يا كلودي، كيف تبدو الأوضاع خاصة وسط وحول السرايا الحكومي؟ تفضل يا كلودي. يعني في الواقع محمد، هذا هو اليوم الثاني الذي نأتي به إلى المدينة، وهذا الفقر، الأوضاع الصعبة المزرية للناس تتضح بسرعة لأي شاهد عيان، لأي زائر لهذه المدينة. الأوضاع الصعبة هي في كل لبنان، يعاني منها كل اللبنانيين، ولكن نسبة الفقر في هذه المدينة تعتبر الأعلى، ونسبة الفقر المدقع أيضا تعتبر الأعلى في كل لبنان. في أي حال، في كل لبنان نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع ارتفعت 3 أضعاف بحسب دراسة للإسكوا. في أي حال، أهالي طرابلس الذين أمضوا ليلة صعبة بالأمس من الاشتباكات مع القوى الأمنية يؤكدون هذا الصباح أنهم مستمرون في تحركاتهم. ودعني محمد أسأل سيدة تشارك في هذه الاحتجاجات، ماذا تريد؟ لماذا تشارك في هذه الاحتجاجات؟ ألم تيأس بعد من هذه الاحتجاجات؟ صباح الخير، خبرينا. صباح النور، يعطيكم ألف عافية، وبوجه لكم تحية لإلكم ولقيادة الجيش اللبناني. الله يعطينا ألف عافية، لأنه نحن والجيش إيد واحدة وما حنتفرق بإذن الله. نحن كنا نزلتنا على الشارع كرمال العيشة، المعيشة، لأنه الأسعار كتير كتير غالية، وفي عندك ناس ما عم تقدر تاكل، أنجع عم تجيب ربطة الخبز. حضرتك بتشتغلي؟ عندك عائلة؟ عندي 4 أولاد وما عندي معيل إلا رب العالمين، وأنا بشتغل بمدرسة بس إلي من 22 شهر قاعدة لا شغلة ولا عاملة. تقبضي راتب شهري ولا بشكل؟ بقبض راتب يومي، يوم اللي بشتغل باكل، يوم اللي ما بشتغل ما باكل. شو عم تعملي هلا؟ كيف عم بتدبري حالك؟ ولا شيء، قاعدين لا شغلة ولا عاملة، يعني ناطرين الماط ليجي ياخذنا، والماط لسه ما استفقدنا. أولادك عم يشتغلوا ولا لا؟ لا، أولادي صغار، ما عندي حدا عم يشتغل. رح أسأل سيدة أخرى أيضاً محمد، هي شاركت بالاحتجاجات أمس، يعني كنت بالاحتجاجات لأي ساعة ضليتم؟ أنا ضليت لسا 12 ونص، وحملت حالي وطلعت على بيتي مشان ماما، للماما لوحدها. ضليت معهم للمعركة، وحضل معهم للمعركة للآخر لحتى الموت. وأنا من الشارع ماني طالعة، لأنه أنا موجوعة وبدي آكل، بدي أعيش. أمي ما معي، قاعدة بيوم بنام شهر مثل ما هو على الساحة، لعملها لقمة خبز لحتى أطلع على بيتي. إنه لعنت ما نضل. ما تعبتي من الشارع؟ يعني صار سنة ونص. ولا بتعب أبدا، بنزل من 6 الصبح ما بطلع لآخر الليل، ولا بتعب أبدا. شو بتتمني تحقق هالاحتجاجات هلا يلي رجعت على مدينة طرابلس؟ نحن بدنا المعيشة، بدنا نعيش، بدنا ناكل، إنه كل شيء غلى. بدنا نجيب جالون زيت حقه 75,000، كنا ناخذه أقل، صار 75,000 حرام. شكرا. اذا هيدا صوت من اهالي طرابلس، يعني هن عم يشتكوا من الوضع المعيشي. وبذكر انه اليوم افتتح الدولار بسعر بالسوق السوداء بسعر يناهز 9,000 ليرة لبنانيه. هيدي الاوضاع صعبه جدا للبنانيين. طيب كلودي، في عجاله رجاء يا كلودي، يعني هناك من تم القاء القبض عليهم بالامس واول من امس، هل تم اطلاق سراحهم ام لا؟ ما زالوا قيد الحبس يا كلودي ام افرج عنهم؟ يعني كما علمت من أحد الأشخاص، تم الإفراج عن جميع الذين ألقي القبض عليهم بالأمس. في ساعات الليل تم الإفراج عن الموقوف الرابع، ولكن لا يزال هناك موقوفون آخرون في السراي. الآن عرفت أن هناك تجمعا لعدد من المحتجين قبالة السراي للمطالبة بالإفراج عن موقوف له حوالي ثلاثة أشهر موقوف في السراي. هذا يدل على الإصرار على الاستمرار في الاحتجاجات. ليست ذريعة التوقيفات هي وحدها التي تدفع بهم إلى النزول إلى الشارع، هناك الواقع المعيشي الصعب الذي تحدثت عنه السيدتان الآن، وأيضا المطالبة بحل دائم لهذه الأوضاع الصعبة، يتمثل ربما بتشكيل حكومة سريعة في لبنان. نبقي معك عينا على الأوضاع في طرابلس شمال لبنان مراسلة الغد كلوديا بحنا. شكرا جزيلا كلوديا، وأعود إليك كلما جد جديد.